مرحبا بكم في 75 دقيقة على الوطنية الأولى، المصدر الأول والحقيقي للمعلومة. أهلا وسهلا بكم وينما كنتوا. كنا نتفرجوا بك شوية في الندوة الصحفية للسيد رئيس الجمهورية البلجي قايد سبسي، وأيضا رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون. بالطبيعة هذا باش يكون من بين أهم المواضيع اليوم في 75 دقيقة. نمشيو للسومير. هل ستحقق زيارة ماكرون رسمية وعوده الانتخابية تجاه تونس؟ وشنو أهمية المنتدى الاقتصادي اللي باش يصير إن شاء الله غدوة؟ وبعد غدوة بالطبيعة ضيوفنا سي حسن الزرقوني صاحب شركة سيجما كونسي، وسي مصطفى بن أحمد الدبلوماسي السابق. موضوعنا الثاني باش يكون حول توقف إنتاج الفوسفات تماما بقفصة، هل من حلول جذرية لهذه الأزمة؟ وبعد شوية باش تكون حاضرة معنا السيدة أسماء أبو الهنا عضوة مجلس النواب عن نداء تونس. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. بالطبيعة يرافقني في هذا العدد حافظ الغريبي محلل سياسي الحصة. أهلا وسهلا بك حافظ. أهلا وسهلا، مساء الخير. مرحبا بكم برشا. مرحبا بك سي حسن الزرقوني، وشكرا على قبول الدعوة. أهلا بك سي مصطفى بن أحمد. أحمد بن مصطفى. أحمد بن مصطفى دبلوماسي سابق، أهلا وسهلا بك وشكرا على قبول الدعوة. ندوة صحفية كنا نتابعوا فيها بكري شوية، هناك 8 اتفاقيات تقريبا تم إمضائها. يعني كنظرة أولية أو قراءة أولية لما جاء في الندوة على لسان رئيس جمهورية فرنسا والسيد بلجي قايد سبسي حافظ. فعلا تو ما عندش دقيقة باللي انتهت الندوة الصحفية، واللي سبقتها معناها إمضاء 8 اتفاقيات تتعلق بالشراكة، معناها إعلان مشترك حول أولويات الشراكة التونسية الفرنسية، إعلان نوايا حول مكافحة الإرهاب، زاد مبادرة حول شراكة لفائدة الشباب، وعلى النواية عن يعني بين وزير التعليم العالي ونظيرته الفرنسية، واللي أسفر عليه بعث جامعة تونسية فرنسية لإفريقيا والمتوسط، كذلك ملحق بروتوكول مالي للدعم مخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وملحق الاتفاقية المبرمة سابقا حول تحويل الديون اللي دون فرنسية إلى مشاريع، كذلك تحويل معناها دعم المؤسسات لإصلاح، هناك زاد اتفاقية لدعم إصلاح المؤسسات العمومية وبرنامج لتهذيب الأحياء السكنية عموما. هذا هم رؤوس أقلام في بخصوص الاتفاقية. يبدو أن اللقاءات اللي تمت على الانفراد وكذلك الثنائية خذت أكثر من الحيز المخصص لها زمنيا، ويبدو هناك بعض المسائل العالقة التي في إشارة معناها شبه مقنع، معناها قال الباجي قايد سبسي رئيس الدولة أن هناك قضية أخرى وإن شاء الله نلقاو لها حل. يحكي على القضية الأولى اللي قال معناها في مخص حكاية الجنة الضريبية وتم تجاوزها. يبدو ربما أنه ثم أشياء معناها طال البحث فيها وطال الحديث حولها. عموما الندوة الصحفية كانت معناها أعطت ريكاب كامل على اللي صار، واللي تتعلق أساسا بالجانب السياسي والجانب الدبلوماسي والجانب المالي والجانب التعاون الآخر. طيب، هو رئيس الجمهورية سيد بلجي قايد سبسي في كلمته قال أنه هذه زيارة هي زيارة دولة الأولى بالنسبة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، ولكن قال تشكل انطلاقة جديدة للعلاقات بين تونس وفرنسا. لو كان نبحث في الجديد في هذه العلاقات وين ممكن يكون تحديدا، هو نفس الكلام اللي قاله حتى ماكرون في تدخله في الندوة الصحفية، أنه أندري كأنه دخلنا في مرحلة جديدة من العلاقات بين تونس وفرنسا. هو فعلا معناها ربما الزيارة هذه جت متأخرة، يعني بعد عام، لأنه نعرف الرئيس إيمانويل ماكرون سبق وجاء لتونس خلال الحملة نتاعو الانتخابية، وثم شهرين تطرح أنه ربما كان طالب أنه يقابل رئيس الدولة بلجي قايد سبسي وما تمتش اللقاء. ربما يقولوا على ضوء هذاك معناها حتى الزيارة بتاعه كانت الأولى للمغرب ثم بعد الجزائر، وتقريبا تو بعد حوالي سنة معناها من تسلمه مقاليد الحكم يتحول إلى تونس. هذا ما منعش أنه رئيس الدولة كانت نقل وقابله في فرنسا في المدة اللي فاتت. لكن ثم كلمة شدتني في كلام ماكرون، يقول فيما يخص وربما نوعا ما ثم نقولوا نوعا ما معناها تحمل المسؤوليه نتاع الناس اللي سبقوه، وقت اللي طرحت له سؤال ايش يقول؟ لا اعتقد اننا ابرياء لما حصل في ليبيا وفي تونس، وعلينا تقديم المساعده. يعتبر هذا واجب، وهذه نقطه مهمه جدا
معناها ما تعرف انت في اللي حصل الكل والدور نتاع الفرنسي اللي كان سواء في فرنسا او في ليبيا وكذلك معناها دائما وابدا نرجع نحكيه حتى على الارث الاستعماري والمشاكل اللي طرحت حتى على مستوى الجزائر في زيارته وغيرها والاعتراف بما كانت معناها قامت به فرنسا. عموما باش نلخصوا ما نكونوش طويل برشا، ثم اتفاق اضافي فيما يخص الدعم مالي في الفتره ما بين 2020 و 2022 هذه معنا لي اف دي التعاون نتاع التعاون الفرنسي لاجونس بالضبط، ثم اللي هي مخصصة من الفترة من 2016 حتى 2020 1.2 مليار أورو، وتم الاتفاق على أنه من 2020 ل 2022 باش تخصص 500 مليون أورو إضافية. توجيه من نقاط هذوما حافظ بالطبيعة مع ضيوفنا السي حسن الزرقوني والسي أحمد بن مصطفى. خلينا باش يكون قاعدة تحديثنا روبورتاج حضرناه في العلاقات التونسية الفرنسية وشنو ممكن تضيف مثل هذه الزيارات للاقتصاد التونسي والتنمية في تونس بشكل عام. تقرير أمن تونا زميلتنا صبا جمازي، ثم نعود للحديث. بعد زيارته للجزائر في شهر ديسمبر، اليوم إيمانويل ماكرون يزور تونس، وهذا بدعوة من رئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي. يرافق ماكرون في الزيارة هذه شخصيات عديدة ومديري الوكالة الفرنسية للتنمية، ووفد يضم 20 مؤسسة فرنسية. وحسب السفارة الفرنسية فإن المؤسسات هذه واللي تنشط في قطاعات مختلفة على غرار الصناعة والخدمات والفلاحة ترغب في عقد شراكات وتمكين التعاون مع المؤسسات التونسية. كما أكدت السفارة الفرنسية إنه فرنسا تسعى إلى مزيد دعم استثماراتها في تونس في السنوات المقبلة، خاصة بإعطاء الأولوية للاستثمارات الموجهة لدعم السوق الداخلية التونسية، وذلك على أساس اتفاقيات مع الشركاء المحليين على غرار قطاعي السياحة وتوزيع المنتوجات التونسية. فرنسا وحسب وزارة الشؤون الخارجية تعتبر أول شريك اقتصادي وأول بلد مستثمر في تونس، وين تتركز في بلادنا قرابة 1400 مؤسسة فرنسية وتوفر ما يناهز 136 ألف موطن شغل. كما تقدر قيمة الصادرات التونسية لفرنسا ب 4.4 مليار دولار بمقابل قيمة واردات ب 3.13 مليار دولار. ماكرون واللي زيارته لتونس باش تمتد على نهارين 31 جانفي و 1 فيفري 2018، زيارة التقى فيها برئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي، كذلك لقاءات أخرى مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إضافة إلى توقيع عدد هام من الاتفاقيات. كما باش يشرف الرئيس الفرنسي رفقة رئيس الحكومة يوسف الشاهد غدوة على فعاليات المنتدى الاقتصادي واللي يحمل شعار نضمن النجاح معا اليوم وغد، وهذا بقصر المؤتمرات وذلك بحضور أكثر من 1000 مشارك. زيارة ماكرون هذه ثاني زيارة يؤديها رئيس فرنسي لتونس بعد الثورة. فرانسوا أولاند زادا كان في تونس نهار 4 جويلية 2013، وكان من بين الأشياء اللي وعد بها هي إعادة جدولة الديون التونسية وتحويلها لاستثمارات. نفس النقاط كانت هي محور وعود الرئيس الحالي ماكرون، واللي بدوره اعتبر في مناسبات عديدة أنه العلاقة مع تونس استثنائية وذات أولوية. وعود أخرى كان قدمها ماكرون لتونس على غرار تحفيز المؤسسات وفتح أسواق ومبادلات تجارية جديدة. فهل باش تكون زيارة ماكرون اليوم لتونس هي مجرد زيارة تحمل شعارات واتفاقيات على ورق، وإلا هالاتفاقيات باش ترى النور وتتجسد في شكل مشاريع واستثمارات على أرض الواقع؟ صفي جمازي 75 دقيقة. طيب خليني نبدا معك انت يا حسن الزرقوني الجانب الاقتصادي ونجيك بعد احمد على الجانب السياسي في العلاقات السياسيه بين تونس وفرنسا، لانه يبدو انه النقطه الاهم في هذه الزياره هو الجانب الاقتصادي التسكي ايكونوميك. انت في حديثك قلت انه المره هذه الوعود ماهيش باش تكون مجرد وعود، معناها قلت انه نو سورون با دي ديسكور دو بروميس. كيفاش ممكن ربما نتاكدوا انه المره هذه فعلا باش تكون مجسده على ارض الواقع هذا الدفع وهذا الدعم اللي باش يكون من فرنسا لينا احنا سيغتو الفوروم باش يصير غدوه ان شاء الله؟ اي نحب نقول انسيه رغم اللي هي اهم مبادلات بالنسبه للبدل الاخرى، لكن النسق قل.
دونك اللي باش تقابلوا باش يقولوا شنو اللي باش يقولوا بعضهم. ساعه دابور نعرفوا بعضنا، نحبوا نفهموا اسكو احنا فاهمين الوضع، معناتها التحولات العالميه اللي صايره في العالم اليوم من ناحيه الحوكمه، من ناحيه التكنولوجيا، من ناحيه كل التحولات العالميه، اسكو فاهمينها بطريقه نفسها. باش اكيكا نقولوا اليوم صحيح ثم نجاحات، نجاحات كبيرة بين تونس وفرنسا، نصدروا فرنسا قرابة 10.5 مليار دينار قل، ونستوردوا 7.5 مليار دينار. الدولة الوحيدة اللي عندنا معها فائض كبير، رغم اللي عندنا عجز في الميزان، 3 مليار دينار ومعناتها مليار أورو معناتها تاع فائض، رغم حكاية الأونشور وأوفشور معناتها نستوردوا منهم برشا ونبيعوا لهم برشا، لكن نبيعوا لهم أكثر برشا، هذا هو لازم نفهموا. 144% نسبة تغطية لوارداتنا، 144% نسبة التغطية، واستثمار الفرنسي في تونس معناتها بكله 3.5 مليار دينار، معناتها فرنسا شريك كبير في تونس، ونحن نحبوا شراكة مع فرنسا، نحبوا شراكة مع تركيا، مع الصين، مع العالم الكل. هو تونس قدرها أنها تكون بلد مفتوح للعالم، لأنه ما فماش رخاء، فماش خلق ثروة إلا وتونس تكون موجودة في الخارطة العالمية للاستثمار وللتبادل، وكذلك تبادل حتى الخبراء. دونك الغدوة غدوة باش نحكيوا على شنو خلى انه فما نجاحات. فاليو في تونس ناجحة، كثير من الشركات ناجحين، لو سيور معناتها مش نسميوهم، وفما علاش ناجحين. مثلا ناخذ فاليو ناجحة، هي فاليو تخدم برشا العنصر النسائي حتى في الإطارات، وهي معناتها موديل في العالم، أحسن شركة في العالم في معناتها لي برانش نتاع فاليو في العالم، اللي هي ناجحة وعندها إنتاجية كبيرة، لأنه نساء تونس حاذقين مخاخ ومهندزين ومعناتها ينتجوا. دوك اللي حبيت أقوله أنه فما نجاحات، فما علاش نجاحات، فما تمويل مثلا لايف دي، فما تمويل باش نحكي غدوة مثلا في المنتدى على أفريكان فيست، اللي هي سي ان فون دانفيستيسمون تونسي اللي يجيب المال من الخارج وخاصة من فرنسا، ويوزعوا على الشركات. يوزعوا كيفاش؟ بأنه إلى انترفيا في الكابيتال بتاع الشركات رأس مالها، ثم يحسن مردوديتها ويخليها تقتحم الأسواق الإفريقية، أفريكا انفست. ثم بعض التمويلات، التمويل الصغير هذه مهم جدا، لا ميكرو فينانس للميكرو انتربريز، لأنه ثم برشا شركات صغار اللي هي ما تمشيش للبنوك، وهذا كله تمويل جديد ومجدد. اي معناها كونكريتمون سمحني، اي فوالا انتم غدوه كيسك فو زالي فيزي اكزاكتومون؟ تو اكثر من 20 رجل اعمال جاي مع ماكرون، باش يكون فما 300 من فرنسي من اصحاب اعمال مسيري شركات او معناتها فوالا. شنو المطلوب غدوه باش المنتدى يحقق النجاح نتاعو؟ لازمنا نظره مشتركه للتطرق لانهم القطاعات اللي لازم نستثمروا فيهم، اللي هما من توا نجم نقول لكم معناتها بداوا يتبلوروا، اللي هو التكنولوجيا للشباب، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا جديده، النوفيل تكنولوجي، سا سي تري امبورطون، بحضور اكزافيي نييل اللي هو تعرفوه تاع الجروب فري اللي هو وستيفان ريشار تاع الجروب اورانج نسميهم، لأنه هما من أكبر الشركات الفرنسية. ثم عندك الصناعات الغذائية والمعملية، وكذلك الطاقة المجددة. هذا كله كما قلت، علاش الجملة اللي قلتها حكاية الوعود؟ مش وعود، هي ما حتى حد يوعد حتى حد. نحن التونس لازم نخدموا أرواحنا، هو معناتها لازم من بعده الفكرة بتاع أنه إحنا باش تساعدونا، ما يساعدوناش، إحنا نساعد أرواحنا، وإحنا نشخصوا شنو ما هما المشاريع المجدية اللي هي فرنسا تنجم تكون شريك وين وين، هي ربحة وخاصة إحنا نربحوا. أهم شيء هو لانتيغي كومان، أنه مصلحتنا، مصلحة تونس أهم شيء، هذه لازمنا نردوا بالنا فيه. معناتها هي علاقة فيغيل، معناتها ند للند مع فرنسا، كو كونستركسيون كما قلنا، معناتها نبنيوا المشاريع مع بعضنا، ما فماش واحد غالب الآخر، نستغلوا اللغة الفرنسية باش نمشيوا لإفريقيا. فوالا مش علاقة محتاج ويحب ياخذ، لا احنا علاقة مش في العقلية هذه بتاتا، معناتها هذا مرفوض. اللي مهم هو نفهموا بعضنا، نعطيوا الثقة لبعضنا، ونستشرفوا المشاريع مع بعضنا اللي باش نمشيوا لها، والقطاعات مع بعض. طيب سي احمد، انت في الرساله اللي واجهتها يبدو انه فعلا زاد من بين النقاط اللي ركزت عليها ايضا. اي انا حبيت اوجه لها، نرجع للموضوع بتاع العجز في المبادلات التجاريه، وفما جدل كبير
في الموضوع هذا والقضية متاع أنه فرنسا عندها عجز في مبادلتها مع تونس والمرد متاع الجدل هذا هو فما ازدواجية المنظومات الأونشور والأوفشور فما تداخل البنك المركزي وقت خرج الأرقام الأخرى متاع المبادلات التجارية التونسية تكلم على 25 مليار دينار عجز ويخرج في الأرقام في الأوفشور وحدها والأونشور وحدها وقت اللي نتحدثوا على فائض بالنسبة لفرنسا بالنسبة لتونس مبادلتها مع فرنسا هذا يعزى العنصر اللي هو ماهوش طبيعي اللي هو إدراج الصادرات متاع الشركات الأوفشور اللي مردودها بالعملة الصعبة ما يرجعش حسب القانون الصرف التونسي طب هو شنو الإشكال احنا راهو الموضوع جدل كبير ياسر فيه وبصوره عامه احنا تو العجز الحقيقي احنا اللي نراوه يعني بالارقام يعني على بناء على ارقام البنك المركزي وقت اللي نفصلوا بين الزوز الانظمه هذو لانه مش معقول انك تحسب الاوفشور انه صادرات تونسيه والحال انه هي خدمات تقدمها يعني اللي دعامنا تونسية المؤسسات فرنساوية موجودة هوني والسلعة هذيك كيف تخرج ما هيش صادرات تونسية كيف تجي تشوف بعد ترصد الموضوع المبادلات تلقى العجز الحقيقي مع الاتحاد الأوروبي ماكل 25 مليار دينار 40% مع الاتحاد الأوروبي منهم 4.5 مع إيطاليا و 4.1 سمحنا مليار دينار وال 2.5 مع فرنسا يعني والقيم مع الدول الأخرى يعني هذا يغير الرؤية تماما بمعنى كيفاش يعني بمعنى أنه العجز مش ممكن نتحدثوا على عجز يعني في الفيت يعني في الفيت تونس في علاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي علاش لانه هالموضوع هذايا هما مقدمينه والموضوع على خلفيه المفاوضات اللي حاصله لابرام ما يسمى التبادل الحر الشامل والمعمق مول الكا اي النهار الاثنين الماضي كان سفير الاتحاد الاوروبي موجود على الوطنيه يعني واحد في برنامج وتحدث على الموضوع هذايا واحنا توا موضوع ما بين اهدافنا سي احمد باش يفهمونا زاد تبسط لهم لا معناها انت ابرام الاتفاقيه والدفع للتفاوض مع الاتحاد الاوروبي نحو ابرام فعل الاتفاقيه باش يكون فيما التبادل الحر في قطاعات مختلفه من ناحيه ودفع التبادل التجاري مع فرنسا اكثر فاكثر النسق هو في صالحنا اذا كان احنا عندنا ما نصدره هي المشكله فين هي المشكله انت وقت اللي تجي تفصل من اذا كان تحسب صادرات تونسيه الحقيقيه نقول انا السلعه التونسيه يعني زيت الزيتونه يعني المواد الفلاحيه اللي تصنعوها في تونس احنا خاسرين في علاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي وانا اتورع ويلزم نتموقعوا اليوم بعد 62 سنه من الاستقلال من زاويه نظر تقييميه للمسيره ككل يلزمنا ننطلقوا من بدايه البدايه علاش على خاطر كانت فما زوز مسارات في بدايه الاستقلال كانت فما المسار الثنائي مع فرنسا اللي وقت اللي احنا في اطار اتفاقيه الاستقلال خليناها استقلال ما تعرف مبني على حكايه الحكم المحلي محل. وفي الوثيقه نتاع الاستقلال باش نتفاوضوا على نقل مقاومات الاستقلال طيب. الحقيقيه طيب. سامحني والمسار لا الثاني لا سي احمد ما خاطر احنا عندنا وقت يحكوا فيه اعطيني المطلوب اليوم في علاقاتنا الثنائيه مع فرنسا شو المطلوب؟ حرفنا على الموضوع هذاك اللي خاطر تونس وقتها كانت عندها استراتيجيه نتاع ازاله الاستعمار في الستينات ازاله الاستعمار الاقتصادي وبناء اقتصاد انتاجي في صناعه وفي فلاحه يعني باش نجموا احنا نستفيدوا هما جرونا من 63 للمفاوضات حول تبادل حر واول اتفاق تبادل حر وقتاش نبداو 69 وبعد 76 وبعد 95 يعني الكل تبادل حر في اوضاع اللي تونس ما عندهاش طاقه يعني ما فماش تكافؤ في المستويات التنميه وهذا خلق خلل كبير وهذا هو مصدر المشكلة اليوم في العلاقات وفي المبادلات احنا هذا هو كيفاش لازمنا نطرحوا الموضوع احسن وبعد نرجع لك شوف هذايا كلام نتاع جيل القديم معناتها نحن جيلنا نحن
الحقيقه ما عندنا حتى عقده مع المستعمر. انا كنت قري في فرنسا وكنت من الاولانيين في فرنسا وما نخافش لا من فرنسا ولا من ما عنديش حتى علاقه وحتى ارتباط مع العقده الاستقلال الداخلي واستقلال الخارجي. وعلى فكره كل مهم حتى مش هذا الوقت اللي خلاه، مش هذا المشكله. الكلام نفس الوقت، لا الكلام نفس الوقت، يعني تخليه يعقب وبعد نرجع لك. اليوم قدامنا دي ديفي دي هو ماكرون بيدي من اعترف للشعب الجزائري بانه الاستعمار الفرنسي للجزائر هو جريمه ضد الانسانيه. هو بيدو قال احنا قدامنا افريقيا باش نغزوها بانتاجنا بخدماتنا. عندنا العالم اوروبا هي كاكبر قاره مندمجه من الناحيه الاقتصاديه. احنا سامحني ما كملتش، سامحني جزت كمل فكره نرجع احترامي. نحن اوروبا قدامنا اللي هي اكبر سوق عالمي مندمج، لازمنا نقتحموه، لازمنا نبيعوا له خدماتنا ذات القيمه المضافه. لازمنا وعندنا شركات تعرفوا وي فيو تعمل في الاندستري 4.0 تبيع لاوروبا، معناتها برشا شركات تونسيه شباب معناتها جيل جديد من لي ستارت اب قاعدين يبيعوا لاوروبا. اليوم لازمنا اون ليبير لي انرجي الطاقة في الشباب متاعنا والشركات متاعنا، خاصة في الاقتصاد اللي فيه قيمة مضافة. اليوم عنا حظ كبير باش نقتحموا السوق الأوروبية، وفرنسا هي بوابة، وهي أوروبا بالنسبة لها هي تونس هو عبارة على القفل الاستراتيجي. أنت قلتها أي مهم، لأنه علاش؟ لأنه إذا تفشل تونس يتحللها بوغاز اوروبا، اوروبا تولي ما عادش ما فما مشاكل نتاع هجره غير شرعيه، تصير لها مشاكل استراتيجيه معناتها تامن. نحن اليوم عندنا تونس لازمها تنجح، اوروبا حتى من الناحيه الانانيه لازمها تنجح، معناتها اوروبا تفضل انه تونس لازمها تنجح لانه في مصلحتها اوروبا ان تونس تنجح. دونك لازم نخدموا مع بعضنا وين وين ند للند، ما نخافوش منهم وما عندنا طاقات احنا في تونس، وما فما حتى معناتها داعي للخوف على انهم هما يركبوا علينا، ولا احنا واقفين قاعدين نشوفوا شنو هي مصلحتنا وان شاء الله نوصلوا. حافظ دقيقه ليك، خليني نرسي احمد. هو الساعه مش مساله خوف او غيرها من الاشياء هذه، لكن احنا نقولوا من بعد ما خرج برشا التالي جوست قبل الثوره معناها كان العجز التجاري بين تونس وفرنسا في حدود 26%. معناها تقول انت تو ثم تحسن ملموس صار، لكن هذا ما يمنعش انه باش نقولوا العجز راهو قايم، ومش كان مع فرنسا ولا مع المانيا ولا مع ايطاليا، العجز قايم اكثر واكثر بكثير مع الصين مع تركيا ومع تركيا مع ايطاليا. فهمتي؟ وهذا اللي خلق وهذا اللي خلق الجوفر هذه الحفره الكبيره اللي قاعدين نعانيوا فيها تو. فهمتي؟ ما تسالش احنا، لكن عموما شوف تحب ولا تكره هو فرنسا شريك تقليدي ومعناها وما نجموش نحن نستغناو عليه، لا هما يستغناو علينا. وصحيح كما تقول انت ربما ما يستناوش فينا باش يكونوا نحن عندنا المفاتح باش يدخلوا بينا لافريقيا، لكن احنا عندنا المفاتح اللي قاعده البيبان مسكر عليهم جهنم نتاع افريقيا اللي تنجم تتحل عليهم لو كان يطيح الديمقراطيه في تونس وتاكل بعضها. لانه حلان تونس انتهت، اعرف اللي توا على بعد ساعه من زمان كل شيء باش يتبدل. معناها ما نجمش تعرف شنو نجم يدخلوا لهم في قوارب الموت وشنو نجم يصير لهم. وهذا علاش حتى ملخص الهدره الزياره هذه كي ناخذوها في الروح نتاعها والجوهر نتاعها، صحيح الدعم والمساعدات وغير هذا كنا ناخذوها بالمنظار، لكن سياسيا ثم مساله مهمه جدا وهم بالنسبه لهم الفرنسيس ياخذوها بعين الاعتبار. يعتبروا تونس بوابه اللي هي نون سولمون تقف معناها تمنحهم تمنع الشيء هذا باش يصير، لكن في نفس الوقت تساعدهم الى فتح مجالات اخرى. شريك استراتيجي واذا خاصه واذا فشلوا راهو باش تفشل اوروبا كامله وراها. اوروبا كامله. طيب سي احمد، خلي سي احمد الموضوع نتاع العجز، باش نرجع الموضوع نتاع العجز. سي احمد بلاي التوقيت خطير، باش نقول العجز ما تحسبوش في التجاره فقط. تفضل. فما ميزان مدفوعات راه انت كيف تجي تعمل العجز تحسب العجز مع اوروبا. هذا بقطع نظر على الجدل اللي حكينا فيه، مانيش نرجع له هذاك. لكن وقت اللي تحسب لازمك تحسب الميزان الخدمات وميزان الديون. الموضوع بالنسبه لتونس وقت اللي تحسب ميزان المدفوعات راهو الوضع يعني خطير جدا، خطير جدا بشوي خطير جدا. علاش؟ لان المديونيه نتاعنا خرجت عن دائره السيطره،
وفما مواضيع يعني مش قاعدة تثار في الوقت اللي نتحدثوا على الموضوع هكا بطريقة مجزأة ونتكلموا على احنا عندنا طاقات تصديرية يعني باش نغزيو في أوروبا وباش نغزيو خمسة أفريقيا. هذه مش هذه مغالطة هذه، لأنه احنا يعني صادراتنا الحقيقية الحقيقية قاعدين نخسروا القيمة المضافة نتاعها. مثلا خذ زيت الزيتون 90% من القيمة المضافة نتاعها وقاعدة تتسرق تمشي لإيطاليا. خلينا هذايا باش نتكلموا، يعني احنا لو كان جينا فعلا نحبوا نرجعوا نبداو نعدلوا الميزان التجاري نتاعنا مع اوروبا، نبداو ساعه نسترجعوا شبكات القيمه اللي هي تشكل 90% من القيمه المضافه اللي قاعده تخرج من تونس ويخرجوا معاها الطاقات البشريه. لانه علاش الانشطه المرتبطه بشبكات القيمه يلزمها الخبرات، يلزمها مكافحة، هذه حاجة. هذا في الجانب، توا في الجانب هذايا قلنا ميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات يعني العجز واضح وجلي. وعلاش؟ وعلاش المطروحة هي فكرة هذه إعادة جدولة يعني الديون؟ لا 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 لا، رسكلت يعني تحويل الديون. صارت هذيك رسكلت الديون، خرج كتاب سي عبد المجيد عمار، هذا مختص تونسي 2014، طرح فما قضيه هي سمعني سي احمد، رجاء لاني ما عادش عندي وقت، مازالوا دقيقتين، ما دقيقتين انت تدخلي في موضوع المديونيه تزيد بشكل عام. احنا نحكيو على فرق الاقتصاد، نعرفوا اسمك على الارقام الثنائيه، ما لعبش ما عادش عندي وقت. رجاء ان راهو رد بالك، ثم نقطه مهمه جدا. ما لعبش ما نقاش ماهوش عام، انا نعرف الوضع الاقتصادي، نعرفوا مليح. شوف كيف صار التراجم باش نحكيو على الدينار يا شيخ. حاجه مركزيه تونس، سامحني خلينا نختم مع سي احمد، خاطر انتهى التوقيت. لا حبيت نقول لك تونس مصابه باش تحول مليار دينار نتاع الديون اللي عندها مع الفرنسيه الى استثمارات. الى استثمارات راهو هذا، وراهو نقطه. خلينا نتكلم على الاطار المتعدد الاطراف اللي هو نتاع الاتحاد الاوروبي اللي ما تجبدش عليه اليوم لا في الكونفرنس لا حتى شيء. بعد خلينا بعد الثوره جاونا وفرنسا كانت المبادره من عندهم اوروبا، عملوا المبادره دوفيل وعرضوا علينا شنو اطار استراتيجي جديد شمال جنوب، وقالوا لا احنا نحبوا اخذا بعين الاعتبار دروس الماضيه اللي احنا نحبوا نشجعوا الديمقراطيه والانتقال الديمقراطي والاقتصادي في تونس، وعرضوا علينا وعود نتاع بلان مارشال واسترجاع الاموال المنهوبه، وفي المقابل قالوا لنا تواصلوا في التبادل الحر الشامل والمعامل، لكن الوعود هذيك ما تمتش. هو اليوم وقت اللي يتكلم على سي ماكرون قال احنا ماناش ابرياء من الشيء اللي صاير في الوقت، فما تلميح لذلك. وبربي حبيت نضيف حاجه، ماكرون تحدث على الجرائم نتاع الفتره الاستعماريه، لكن فماش قبله هو شراك تكلم على ارجوك يا احمد بكل احترام ما عنديش وقت باش كمل على الشراك وترجع الفتره تو احنا نحكيوا عليه. يتحدث هو على الفتره من مش تاع الاستقلال، يعني بعد الاستقلال الفتره هذيك. يا سي احمد شوف، طيب انا نكتفي بالفكره اللي انت قلتها، انه قلت الوعود لم يتم تنفيذها، فهل يمكن تنفيذ الوعود اللي وعدها لنا ماكرون توا في خلال حملته الانتخابيه، وجاء من خلال زياره الدوله هذه بوعود كان قد وعد بها تونس؟ عندنا منتدى اقتصادي باش يتم غدوه، حسب رايك انت هل هذه الوعود ممكن تحقيقها والا لا؟ يمكن تحقيقها، ما نقولوش لا، احنا راهو مش نحبوا نعطيوا نظره سوداويه ولا نعملوا لا نعطي الحقيقه كل صحيح، لكن التزم بالموضوع اللي هو العلاقات التونسيه الفرنسيه وزياره الدوله. لكن توا اليوم يلزم نقيموا العلاقات من منظور يعني مسيره تاريخيه كامله فيها زوج مسارات. هذه بدايه نتاع نقاش، فما مواضيع عمرها ما تطرقت بالنسبه للعلاقات مع فرنسا ومع الاتحاد الاوروبي. سي احمد انا نوعدك باش تجي في حصه اخرى ونتناول باكثر عمق العلاقات التونسيه الفرنسيه. دونك بالله انا خليني نركز على اخرى منتدى، باش لانه احنا عندنا فكره ياسر خايبه على المنتديات والمؤتمرات اللي تتم، معناها وعود وقداش حصلنا وبعد النهايه ما تتمش. هذاك علاش نقول ماهوش منتدى تاع استثمار، معناتها وعود وكل شيء، ماهوش تونيزيا 2020 ما عنده حتى علاقه. سي رجال ونساء يبادروا يخدموا مسيرين تاع شركات عالمية في تونس وفي فرنسا، جايين باش يقابلوا بعضهم باش يقولوا عملنا حوايج ونجحت، فما حوايج قاعدة تتعمل في العالم، قاعدة تتغير العالم، قاعد يتغير، لازمنا احنا نلقاو رواحنا في هالعالم الجديد، في الحوكمة الجديدة، في التحولات العالمية الجديدة، في الجلوباليزاسيون نوفيل. الوغ
نقابلوا بعضنا ونشوفوا ونقولوا نمشيوا لك الثنيه هذيك مثلا الطاقات المجدده، نمشيوا للتكنولوجيا الحديثه، نمشيوا للصناعات الغذائيه اللي هي بيولوجيك ولا حوايج جديده مجدده، افكار ماهيش لا وعود. المدده هذه عنده فلسفه اخرى ماهيش نتاع مليار ومليارين وكل واحد يميز وكل شيء وفاه هذاك، مش هذاك. هذه الفلسفه نتاعو هو لقاء، سي اون رونكونتر اونتر اوم اي فام بيرسون دي جون، يحبوا يبنيوا مع بعضهم على الصح مستقبل علاقه قويه، شراكه وين وين ما بين مسيرين فرنسيين ومسيرين تونسيين. حتى ماهيش مشكله تاع بلدان، ماهيش بي مع بي، هي مسيرين مع مسيرين. شكرا لك حسن، شكرا لك سي احمد المصطفى. نمشيو للمواطن الصحفي ونستقبله بعد شويه النائبه اسماء ابو الهناء باش نحكيو على توقف انتاج الفوسفات تماما في قفصه، شنو هي الاسباب وهل هناك حلول بعد الجلسه اللي تمت اليوم في وزاره الطاقه. بعد شويه نستقبلوا ضيفتنا مواطن صحفي. انت زادك انت حاب تشارك معنا في فقرة مواطن صحفي من برنامج 75 دقيقة وتوصل صوتك، ما عليك كان تصور فيديو ابداها باسمك واسم البرنامج وتعطينا رايك في اللي صاير، وإلا تصور لنا مشكلة تحب توصلها تهمك ولا تهم منطقتك، وتبعث لنا الفيديو على الواتساب ولا على الفايبر على الرقم 95 018 814، وإلا على الباش فيسبوك 75 مينوت. السلام عليكم، انا واحد من نجم تقول من 85,000 تاع عمال الحظيره، ما فهمنا حد شيء. وعود كل عام، وعود كل يوم، وعود كل جمعه، وخمسه زائد خمسه جلسه وما ادري شنيه، جلسات زايده هي فارغه، ما فاهمين حد شيء في الخدمه، وقاعدين نخدموا في الساعات اللي عاطينهم لنا كليكا، ما نرتاحوش، ما نعرفش يعني. كل شيء قاعدين يخدموا فيه جماعة الحظيرة وما فهم شيء، وعود فاشلة، ما فهم مرينا حد شيء. طالبين أخوي سوونا وضعيتنا، يعني طالب حد شيء، احنا شوفونا حل أخوي. احنا متريسك من 2011 من بعد الثورة، اما مقيدين في المعتمدية اللي احنا من أواخر 2012، احنا قولوا من 2012 يا سيدي 7 سنين واحنا عبارة تحت حيط، ما فهم حد شيء. كرني نتاع الدوية، كرني نتاع الدوية، قداش يقص علينا في كرني نتاع الدوية؟ فما ديجا اخرج تو وجبة كشف حساب نتاع واحد من عمال الحظيرة، تو تشوف 13 دينار، اش تجيني انا نتريتي 50 دينار. انت زادك انت حاب تشارك معنا في فقرة مواطن صحفي من برنامج 75 دقيقة وتوصل صوتك، ما عليك كان تصور فيديو ابداها باسمك واسم البرنامج وتعطينا رايك في اللي صاير، وإلا تصور لنا مشكلة تحب توصلها تهمك ولا تهم منطقتك، وتبعث لنا الفيديو على الواتساب ولا على الفايبر على الرقم 95 018 814، وإلا على الباش فيسبوك 75 مينوت. إذا هذه مواطن صحفي، مرحبا بك سيدة نائبة أسماء أبو الهناء، نائبة على مدينة تونس. بالطبيعة مشكلة فوسفات قفصة ذكرتني بحكاية طويلة، لكن نهايتها في الآخر أنه رجل عنده زبنات، كان صابت المطر مشكل البنية الأولى، كان ما صابتش المطر مشكل البنية الثانية. كيف روح المرت وسيرته قالت له شي حوالي البنات، قالها كان صابت اندبي وكان صحات اندبي. احنا في فوسفات قفصة كان انتدبنا مشكلة كبيرة واحتجاجات، وإذا ما صارتش انتدابات مشكلة كبيرة واحتجاجات. شنو الحكاية بالضبط؟ باعتبار شكرا على إتاحتكم الفرصة هذه باش نكون بحذاكم الليلة، وخاصة في وقت بعد عقد جلسة مع السيد وزير الطاقة والمناجم كاتب الدولة والمناجم، كانت اليوم الصباح مع السيد النواب الجهة جهة قفصة. بالنسبة لي قبل كل شيء أنا نائب على ولاية قفصة وأصيلة منطقة من مناطق حوض المنجم معتمدية المتلوي. يعني أنا من هذه المسيرة اللي صارت البارح قاعدين نشوفوا فيها. من قبل هي عديد من المسيرات، هي هو احتقان كبير في ولاية قفصة ومنطقة الحوض المنجمي، راهو مش من توا. إذا كان باش نقولوا احنا راهو نو ماهوش من توا، من 2008 ونفس الوتيرة صايرة في ولاية قفصة وفي خاصة منطقة الحوض المنجمي. علاش؟ علاش احنا يا حكومة بنت الحزب الحاكم، راه صحيح انا صوت على الحكومه
ومؤيدة الحكومة ومؤيدة حزبي، لكن في المظلمة تعلناها جيتي كل حاجة في بلاصتها. اليوم كنا مع رئيس مع السيد وزير الطاقة والمناجم، واللي هو زاد ولد جاء ويفهم الاحتقال موجود في ولاية قفصة منطقة حوض المنجم، هو احتقال على النتائج اللي صدرت حاليا واللي صدرت مؤخرا عن حول انتداب 1700 معناتها عون تنفيذ في شركة فوسفات قفصة. أنا كنيبة ولا أي مسؤول مانيش ضد اللي نجح ومانيش كونتر اللي يطلب في الخدمة، زاد خاطر هي تراكمات وعليه كنا قمنا بمقترحات على دار الوزارة وخذيناها بصفة معناتها توافقية ما بين النواب السيد الوزير والسيد كاتب دولة مع حضور إطارات الوزارة، واللي تتمثل في خاصة اللي طلبناه في إطار الشفافية للنتيجة هذه اللي يطمئن قلوب هيك الشباب اللي عدوا كانوا منهم 31,000 وقال حط في العدد من خلال فرز الملفات عن طريق مكتب دراسات إلى 11,000 ثم انتداب 1575 باعتبار ما هيش 1700 1575 على اعتبار أنهم 125 موقعش إيجاد معناتها الاختصاصات متاعهم وتم الانتداب وفقا للمحليات، يعني كل معتمدية وقاع يأخذوا منها المطال. اللي طالبنا به اللياقة أولا لافيش إدراج قائمة الناجحين، نجح ربي يوفقه وربي يكتب له الخير ونحن اللي يخدم ارتحنا. اللي معناتها وطلبنا لجنة تدقيق على اعتبار ثم برشة تشكيات من المواطنين حتى تشكيات من المسؤولين يقول لك أنا راو ما ثماش شفافية في النتائج. نحن تو في إطار الشفافية ونسعوا إلى معناتها إرساء معناتها الديمقراطيات الحديثة المنبنية خاصة على إطار الكل ذي حق حقه مكافحة الفساد ومكافحة معناتها التجاوزات القانونية. تشكيل لجنة التدقيق تتكون من الشؤون الاجتماعية وزارة التشغيل الوكالة اللي كانت أشرفت على الكونكور سي بي جي كطرف معناتها في المسألة هذه تفقدية التشغيل وزارة التشغيل وتفقدية وزارة الشؤون الاجتماعية هذا جاي. هي تو الاحتجاجات علاش؟ هو مازال ما تنشرش قضية الاحتجاجات علاش؟ هو احتقان الناس كل تحب تخدم، هذا حق الشغل، هو حق للجميع والناس كلها تحس روحها مظلومه. خاطر نحن حتى نحن وقت اللي حكينا ولمنا على الشركه شركه فوسفات قفصه باعتبارها هي المرجع في الكونكور ما كانش عندها تواصل اعلامي وتوضيحي بالنسبه للمواطنين وبالنسبه للشباب والشابات اللي عدوا الكونكور هذا وما امكنهمش واسعفهمش الحق باش نجح. بين ان الكونكور عملته سيستيم امريكان، علاش يقول لك راه واحد عدى الكونكور ما عمل فيه شيء ونجح وانا جاوبت بالصحيح عطيتني موان 35 نفهم نوضحوا الشيء ذي وبش يتم من خلال لجنة التقدير يعني التدقيق وبش نأكدوه وبش نواصلوا فيه الشيء ذي وبش نراقبوه. وأزيد ذلك أمس كانت عندي مداخلة في مجلس نواب الشعب، لومت على الحكومة، لومت على السيد رئيس الحكومة، لومت على الناس كل تعرفش علاش، لأني ولاية قفصة الحوض المنجم ما يجوها إلا ما يطالبوا بخروج إطرال فوسفات وغيرها هكا راهو توا زادة. نحن باش ننحازوا للمواطن وطلبات المواطن وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها في الوعود اللي قامت بها قبل الثورة وبعد الثورة وتو حاليا. اليوم واقف الفوسفات. واقف اليوم الفوسفات واقف. كلية تو ما عادش راهو الشباب تو اللي معتصم وإلا تو ولا الأم الأب والأم أمهات العائلات كل معتصمة. عندنا في معتمدية المتلوي قدام دارنا عندنا أمهات معتصمين أمهات خيط أفهم مش لهم حد. ثم شعبوية والناس كل حوض المنجم وولاية قفصة من عرش خاطر يسخبوها معناتها مزيدة، لكن اللي نطالبوه اللي يحب يحل مشكلة قفصة ومشكلة الحوض المنجمي يجي للميدان يلقينا حلول. عنا أشكال أخرى زاد عندكم 10,000 خدام في شركات البيئة والغراسة من خلال هذومة أي هذومة باش نعطيكم الواقع والحقيقة باش ما نظلموش زيادة المواطن. المواطن منذ اللي يشغل في الشركات هذومة عملوا نقابات رغم ما ثمش ثم مجرد اتفاقية يخدموا فيه، ما ثمش نظام أساسي تمشي عليه، ما ثمش صحيح ثم تأمين على مستوى الضمان الاجتماعي، لكن اللي يموت ما عند عائلته ما عندها حتى حق لا قدر الله، اللي عنده مرض مزمن وما جاش عمل له بوانتاج ما عنده حتى حق. مطالبين والهاي بالمناسبة أعطت الوزارة بادرة وبا إيجابية قالت لك ثم ندوة باش تشارك فيها معناتها الجهات الكل باش نسعوا إلى تفعيل الشركات هذه. وعليه كنا متفقين على زياده في شركات البيئه والغراسه. نحن حتى نشوفوا المسؤولين شركات البيئه والغراسه الممثلين الاجتماعيين قال لك
انا الانتدابات وحتى بالنسبه اللي بدنا ينتبهوهم دورين افون في شركات البيئه الغراسه يلزم يتم انتداب عن طريق قوانين اساسيه اللي تحميهم وتحمي مصالحهم. طيب اليوم الجلسه اعطينا الجلسه اليوم بايجاز شنو اللي صار فيها؟ جلسه اليوم كانت الوزاره هبطت البي في اللي اتفقنا فيه اللي هو اول شيء باش يقع لافيش نتاع نشر اللي نشر قائمه اللي نشر اسماء ال 1575 ما نقولوش 100 و 1700 باش يقع احداث لجنه التدقيق اللي قلت لكم قبيله منيش تتكون. ثالثا باش يقع معناتها اعطاء للمواطنين امكانيه ومش امكانيه الحق في ارسال التشكيات نتاعهم على اساس الانتدابات المناظره والنظر فيها عن طريق لا تركوموندي حسب ما اتفقنا فيه الى معناتها عنوان شركه فوسفات غاز. هذا بالنسبه وباش يقع انجاز انتدابات جديده للنتيجه بالنسبه للانتدابات الجديده ان شاء الله باش يقع انتداب 1006 موطن شغل جديد فيهم 125 اللي بقوا اللي تنحاو من الاول اللي تنحاو من النتيجه هذه فيهم طيب. 454 اتريبيانتو اللي باش يحالوا على التقاعد طيب. من ديكاد طيب. وفيهم 427 على مستوى لي سي جي يعني المجمع الكيميائي وفيهم اربع وزاده باش يعمل يقع الانتاج عفوا الاعلان على نتيجه البيئه طيب. والغراسه. عندنا تليفون من عند ناشط في المجتمع المدني من الشباب التنسيقيه الشبان المحتاجين يظهر لي حمدي خوالدي هكا ولا مرحبا بك. مرحبا بك خويا حمدي، على غالب ماش عندنا برشا وقت يا حمدي باش ناخذوك باكثر تفصيل معاك، لكن حاول بايجاز تقول لنا بعد الجلسه اللي صارت اليوم تو هاي كانت تحكي السيده النايبه، يا ندرا انتم راضين باللي تمخض على الجلسه هذه ولا ما زلتوا محتاجين وعندكم حاجات مطالب اخرى؟ هو صديقي طاف في السيده النايبه انا المدافع لا عندك مشكله نتاع ريزو يا حمدي مانيش نسمع فيك بالكل لا عندي مشكله ريزو يا حمدي تسمع فيا نسمع فيك تفضل ترى لا سامحني لا سامحني خويا حمدي ما نجمش نكمل معك خاطر الريزو فريمون مش مقطع التليفون مقطع حمدي شاب ناشط المجتمع المدني اصيل معتمدي الغديله ناشط بارك الله عليه معناتها اهم حاجه هو يدافع على اصحاب الشهادات العليا نختم معك اللي هما تقريبا في ولايه بالنسبه لولايه قفصه نحظوا وللاسف الشديد على جهه غنيه جدا باكبر نسبه بطاله على مستوى اصحاب الشهادات لكن الوقت قصير نعرف خويا شيخ ثواني خاطر عندنا الاخبار ثواني عندنا الاخبار ثواني لا فقط نحب نعرفوا توا باش يرجع الانتاج فوسفاتي ما نجمش نجزم كنائبه عن شعب ما نجمش نجزم لسلطات الاشراف والتنفيذ اللي تمشي تحل المشكل في شركه فوسفات بالنسبه لك لازم تجي السلطات هذيك وتحل المشكل. أكهو. شكرا, شكرا لك سيدة أسماء أبو الهناء نائبة عن نداء تونس وشكرا لكم عزيزي المشاهدين تقابلوا غدوة في حوصلة على أهم الأحداث في أسواق حلقية.